ايه يا صاحبي مالك زعلان ليه؟ مفيش يا عم، ماشي في الحاره بتاعتي في امانه الله وانا جاي. مش هم عاملين خطوط المفروض نمشي عليها؟ هوبا لقيت لك اتوبيس كبس عليا من الناحيه دي، قلت الفديه. لقيت لك تريلا كبست عليا من الناحيه دي لما عملوا لي سندوتش همبرجر. ايه ده؟ وانا اساسا جعان. سيبني بقى صاحبي. بقول لك ايه، انا بتكلم معاك. سيبني. يا ريمو ازيكم يا اصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ طبعا كلنا شفنا صاحبنا ريمون زعلان خالص ازاي، لان مفيش حد خالص من الناس اللي بتسوق على الطريق بتسوق في مكانها. تعالوا بقى اشرح لكم يعني ايه كل واحد يسوق في الحارة بتاعته. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، الطريق اللي قدامنا هو اللي فيه عربيات كتيرة قوي دي، فيه علامات بيضة على الارض. العلامات البيضة دي مستطيلة وطويلة كده، تمام؟ ما بين العلامة البيضة والعلامة البيضة بالعرض زي ما احنا شايفين كده، دي اسمها حارة، بالانجلش اسمها لين، تمام؟ لين. لين. اللين دي هي اللي احنا بنمشي فيها. العربية بتبقى في النص بين الابيض ده والابيض ده، ولا بنطلع على العلامة البيضة ولا بنخلي عربيتنا في نصها ولا الكلام ده خالص. تعالوا اوريكو ازاي، او يعني ايه العربية تبقى في الحارة بتاعتها، تبقى بالظبط زي كل العربيات اللي قدامنا دي. كل العربيات دي في النص. طب تعالوا نمسك عربية كده وندخلها شوية، مش صح؟ طب بصوا هنا، واقفة على الابيض غلط، ولا بتقف على الابيض ولا بيبقى فوق الابيض. في عربيات بتمشي بيبقى العلامة البيضاء تحتها، الكلام ده غلط. العربية المفروض بتبقى في نص الحارة. فين في الابيض وفي الجنب؟ برافو عليك. يبقى احنا كده عرفنا، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه عربية ماشية على الطريق. لازم ندور على الحارة ونخلي العربية بتاعتنا في النص. دي نمرة واحد. في حاجة تانية يا حبايبي مهمة خالص، وهي ما ينفعش نجري بسرعة على الطريق، لازم نمشي بسرعات معقولة. احنا مش داخلين سباق في حد هيكسب فيه في الاخر وفي لا. بص عربية السباق دي عايزة تجري وسط العربيات كلها، الكلام ده مش صح. عربية السباق بيبقى ليها مسابقة سباقات لوحدها، لكن احنا ماشيين على الطريق، يعني احنا لازم نمشي في الشارع. احنا لازم نمشي بسرعة كويسة عشان اللي بيمشي كويس بيروح كويس وكل حاجة بتبقى كويسة. اللي بيبقى متهور في سواقته ممكن يعرض نفسه واللي حواليه للخطر. في نفس الوقت يا حبايبي، في عربيات بوليس بتبقى موجودة بتشوف مين ماشي بسرعة ومين ماشي كويس، زي عربية البوليس اللي احنا شايفينها هناك دي. طيب اللي بيبقى ماشي بسرعة خلاص بيمسك الجنب الشمال على الطريق. الجنب الشمال ده هو اللي بيبقى للعربيات اللي بتبقى السرعة بتاعتها من 120 وفوق كده، وده معروف في كل العالم. في نفس الوقت اللي بتبقى عربيته فيها مشاكل، او عربيات نقل كبيرة او عربيات اتوبيسات او كده، بتبقى واخدة الحارة اليمين. يعني الحارة اليمين دي هي الحارة بتبقى بتاعت العربيات اللي بتبقى ماشية بطيء. يعني لو انت ماشي بطيء ما ينفعش تبقى على الشمال خلاص، لو عربيتك فيها مشكلة، لو انت ما بتعرفش تسوق بسرعات عالية ما تمسكش الشمال خالص. دايما خليك فين؟ فين الناحية التانية؟ ليه فين الناحية التانية دي؟ ان احنا نمشي بالراحة. برافو. فين بالراحة. في اليمين ولا الشمال؟ يمين. برافو. لكن الشمال ده بتاع الناس اللي بتمشي بسرعة. بسرعة. برافو. وفي حاجة تانية يا حبايبي مهمة خالص، واحنا مشينا على الطريق السريع او الطرق عامة، ان احنا نبقى سايبين مسافة بيننا وبين العربية ايه اللي قدامنا. خلاص ما بقاش انا داخل كده في العربية اللي قدامي وقريب منها قوي، لا بسيب مسافة حلوة كبيرة. يعني ممكن في الطرق السريعة بتعدي 10 متر علشان نبقى مأمنين نفسنا. احنا بقى لازم ان حد لو بيمشي ورد نزمر له بالزمارة. لا دي نقطة مهمة جدا بقى، موضوع الزمارة ده او الكلاكس بتاع العربية ما نستخدموش خالص واحنا سايقين. عايزين نبقى كده لو كل واحد مشي في الحارة بتاعته بالسرعة بتاعته بعيدة عن العربيات اللي حواليه، هنلاقي نفسنا ما بنستخدمش الكلاكسات اساسا،
او الهورن اللي بيبقى في العربية اللي بيعمل الصوت دوت، وهنلاقي نفسنا ماشيين حلوين ومبسوطين وبنحب السواقة. اشوفكم يا حبايبي ان شاء الله في الحلقة الجاية في مدرسة السواقة. باي باي.